على ذكر تفصيلة السياحة العلاجية أو السياحة العلاجية السياحة الرياضية تمشي مرض المنطلق كلنا أصحاب مرض لا التفصيلة دي فعلا مهمة جدا وخصوصا أن أنا شفتها متجسدة في التقرير حضراتكم أكيد تابعتوا معنا التقرير قبل بداية الانترفيو مع الباشمهندس شفت شوية شطات رائعة ففي واحدة منهم أنا بسأل حضرتك ده كان فين بالظبط أنت فاجئتني بالرد أسيوط انا وقفت يعني في شط كده معين ممكن حتى لو في فرصه ان احنا نشوفه تاني اللي هو في جبل زي ابيض كده ورا حضرتك بص يعني انا من اسوان لقينا يعني ما شفتش حاجه غريبه دخولا اسيوط ابتديت اتفاجئ وفي مناطق انا كنت فعلا مش عايز اتحرك منها يعني حتى وقفت بال تابلوهات ربانيه لوحدها موجوده لا ما تتخيلش ما حدش صورها قبل كده يعني انا ما شفت الصوره للحته دي قبل كده متصوره فكان بالنسبه لي انا كمصري مبسوط اني اشوف بلدي حلوه كده اصلا كمان الحاجات الطبيعيه لا ده في يعني حته ثانيه الجبل نفسه مع الميه والحمام الله. واليمام معشش فيه الله. فلما تقف ده الجبل اللي احنا بنتكلم عليه الصوره اللي بقى بحكي لحضرتك دي عند ده عند دير في اسيوط وكانت بالنسبه لي الدير منحوت جوه الجبل الله حاجه تحفه طبعا يعني طبعا. نفسيتك اختلفت بعد الرحله دي ازاي يعني الريلاكسيشن التوتر اللي مش موجود الستريس اللي راح اكيد يعني لا هو في نوعين قدرت ترجع تاني تمشي في الشوارع زينا اكيد صعب اكيد مش سهله هو في حاجتين هو رقم واحد هو في تحدي اساسا وانت بتعمل الرحله ان هو ما حدش متخيل ان هو في اوقات بتلاقي الهواء بيوصل سرعته ل حاجه 20 عقده بعض الاحيان 30 عقده فبتضطر ان انت تقدف جنب البر تماما والميه بتعلى جدا في صور وحاجات خدناها فيديوهات اتقال لنا ما فيش داعي نشاركها عشان الناس ما تتخضش باللي احنا كنا بنعمله او اللي كنت بعمله يعني بس التحدي ده لوحده بياخدك في حته ثانيه ذهنيا هي كلينزنج طبعا يعني بتخليك كمان تشوف كل حاجه من بعيد بقى يعني. طبعا ايوه هي اخذت قد ايه برضو هي انا وصلت دلوقتي اعتبر قبل القناطر انا لسه هكمل بكره من بكره احنا يمكن هو كل ده حضرتك مشيت لا ده دي واحده منهم ده واحده منهم هم مش حتى المشوار كاملا لا ده جزء اخذ كام يوم تقريبا لحد القاهره خد 24 يوم متواصلين متواصلين في بس يومين وقفتهم في النص لازم بيتعمل حاجه اسمها يعني ريكفري بعمل حاجه اسمها باسيف ريكفري ان انا بقف ما اقدفش بس بيتعمل حاجات تانية زي ستريتشز وبعدين تكمل تاني يوم طب والاكل والشرب والحاجات دي كانت بتحصل ازاي؟ كان في من خلال القافله المرافقه لحضرتك بالظبط في مركب تانية كانت لطيف ان هي بتبقى ماشيه سبقاني دي فيها النوم بتاعنا كنا مقررين دايما ان هو جزء من الرحله ان هو الراحه هتبقى ازاي كان في ناس تقول ان هو تطلع وتبات في مش عارف الحته الفلانيه اوكي لما جيت درستها قلت خروج من انا مش عايز اخرج من الميه يعني القرار ان هو انا مش هطلع من الميه والحقيقه زي ما انت قلت كده دلوقتي حضرتك ان هو بمجرد وصول القاهره والخروج وركوب العربيه في شوك موجود بين الامارات اكيد عندك حق مليون في الميه